بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنشرح إن شاء الله في هذا الفيديو الحركة الدائرية. طبعا الحركة الدائرية وهي عبارة عن تلخيص لجزئيات ومفاهيم سابقة. سنبدأ في البداية بالتحدث عن عدة مفاهيم، ومن ثم سنبدأ بالتعرض إلى بعض المسائل. طبعا في البداية لابد أن تعرف أن ما هو الجسم القاسي. الجسم القاسي هو الجسم الذي لا تتغير أبعاده الهندسية عند التأثير عليه بقوة خارجية. مثل ماذا؟ مثل الكرات الفولاذية، حيث أن الكرات الفولاذية لو تم تعرضها بقوة خارجية تبقى محتفظة بها أبعادها الهندسية. تعريف الحركة الدورانية: الحركة الدورانية هي دوران جسم قاسي حول محور معين يمر في مركز، هذا المركز أو من خلال نقاطه. والحركة الدائرية المنتظمة هو حركة الجسم في مسار دائري بنصف قطر ثابت وبسرعة ثابتة مقدارا لكن متغيرة اتجاها. انظروا هنا، يكون الاتجاه متغير حسب اتجاه الحركة على مسار الحركة الدورانية. طبعا هذه الحركة أكيد ستتحرك بتسارع، مع العلم أنها السرعة ثابتة، وتحدثنا سابقا أنه عندما تكون السرعة ثابتة فإن التسارع صفر. لكن هنا بما أن السرعة قيمة متجهة، فبالتالي يتغير اتجاهها بناء على المسار الدائري، وبالتالي عند تحصيل المتجهات السرعة، بمعنى عندما نأتي بدلتا ف ف 2 ناقص ف 1، فإنها سيكون هناك بسبب أن إحداهما تكون بالموجب والأخرى بالسالب، فإنها سيكون لها تحصيل وبالتالي يوجد لها تسارع. فالتسارع المركزي ويرمز له بالرمز AC هو التسارع الذي ينشأ من الجسم المتحرك في مسار دائري بسبب تغير اتجاه سرعته، ويكون دائما هذا التسارع المركزي في اتجاه المركز. إذا أنا أن AC دائما اتجاهه في مركز المسار الدائري الذي يتحرك به الجسم. طبعا هذا ينتج عندنا طبعا الـ AC تساوي V تربيع على R، وهنا الـ R هي عبارة عن نصف قطر المسار. القوة المركزية وترمز لها بالرمز Fc، وهي القوة اللازمة للمحافظة على حركة الجسم في المسار الدائري بسرعة ثابتة، وتكون دائما عمودية على حركة الجسم. ولذلك يعني انظروا هنا، مثلا هنا V وهنا F، فبالتالي الـ V عمودي على متجه السرعة، ولذلك هذه القوة لا تبذل شغل. لماذا؟ لأن كوساين 90 يساوي صفر، ونحن نعرف أن W هو عبارة عن F في D في كوساين الزاوية بين الإزاحة والقوة المؤثر عليها، وبالتالي هنا الكوساين 90 يساوي صفر، وبالتالي هنا لا يوجد شغل. والقوة المركزية دائما تكون باتجاه المركز، وتحسب من العلاقة VC تساوي M في A تربيع، وهي نفس قانون نيوتن الثاني. سنأخذ الآن السؤال. طبعا من الأمثلة الكثيرة يوجد عدة أمور، لكن هنا سؤال أساسي: يمثل الشكل المجاور، هذا الشكل الذي ترونه أمامكم، جسم كتلته 1 كيلوغرام 1 من 10 في مسار دائري منتظم طول النصف قطره 3.5 متر، حيث سرعة الجسم عند النقطة A تساوي 7 متر لكل ثانية باتجاه الجنوب الأسفل، ونصف القطر طبعا 3.5 متر. ما القوة المركزية المؤثرة في الجسم؟ ما التسارع المركزي للجسم؟ ما سرعة الجسم والتسارع عند النقطة C وB وD؟ كم تصبح القوة المركزية إذا ضاعفنا سرعة الجسم مع ثبات نصف القطر؟ والحل سيكون كالتالي: ما مقدار القوة المركزية المؤثرة؟ طبعا القوة المركزية تساوي M في التسارع المركزي. طبعا هنا التسارع هو عبارة عن السرعة في الأرض. طبعا هنا في هذه الحالة التسارع المركزي، طبعا من القانون التسارع المركزي وهو تحدثنا عنه سابقا، هو مربع السرعة على الأرض. طبعا الكتلة هي 1 من 10
سبعة تربيع، وهي عبارة عن السرعة، مربع السرعة على نصف القطر وهو 3.5، فيكون القوة باتجاه طبعا المركز هي عبارة 1.4 نيوتن، وتكون عمودية على متجه السرعة باتجاه طبعا باتجاه المركز، لكن هي بتكون عمودية على متجه السرعة. ما التسارع المركزي للجسم؟ التسارع المركزي للجسم وهو عبارة عن AC، وهو عبارة عن مربع السرعة في على نصف القطر، طبعا 7 تربيع، لأنه السرعة الثابتة بمقدار ثابت هي 7 تربيع، في نصف القطر 3.5، فيكون 14 متر لكل ثانية، وطبعا التسارع المركزي في اتجاه المركز. في الجزئية الأخرى، ما سرعة الجسم وتسارعه عند النقطة C و B و D؟ طبعا مقدار سرعات الجسم وتسارعه ثابت خلال الحركة الدائرية، أي أن السرعة عند A التي تساوي 7 متر لكل ثانية هي نفسها عند B، هي نفسها عند C، هي نفسها عند D، لكن الاتجاه يتغير، لأن السرعة الجسم في الحركة الدائرية المنتظمة هي ثابتة مقدارا متغيرة اتجاه. بالنسبة للجزئية، كم تصبح القوة المركزية إذا ضاعفنا سرعة الجسم مع ثبات نصف القطر؟ طبعا عندما نضاعف سرعة الجسم مع ثبات، فإن القوة المركزية تصبح 4 أضعاف. لماذا 4 أضعاف؟ لأن السرعة هنا عبارة عن في تربيع، وبالتالي بما أنها في تربيع في التسارع، فإذا كتبنا 2 تربيع هو عبارة عن 4، فبالتالي القوة تصبح 4 أمثال القوة الأصلية، والقوة الأصلية المركزية هي 1.4، وأربع أمثالها يكون 5.6 نيوتن. طبعا العكس طبعا العلاقة بين القوة والسرعة هي علاقة طردية مع مربع السرعة طبعا، لكن العلاقة بين القوة المركزية ونصف القطر علاقة عكسية. فبالتالي إذا مع ثبات مقدار السرعة، إذا ضاعفنا القطر، طبعا القطر في حسب القانون في المقام، لأن تساوي على الـ R يكون في المقام، فبالتالي 1 على R والتي هو أصبح الضعف، فبالتالي يصبح النصف، فبالتالي القوة المركزية تصبح النصف، ففي 2 تصبح نصف في الأصلية، ونصف 1.4 يكون 7 من عشرة نيوتن. طبعا هنا حل هذا السؤال كما ترون أسامكم. طبعا هنا ما يطلب، ما الشغل الذي تبذله القوة المركزية على الجسم؟ طبعا تحدثنا أن القوة المركزية لا تبذل شغلا لأنها عمودية على اتجاه الحركة، أي أن الزاوية، لأن الزاوية 90، فبالتالي هنا كوساين 90 يساوي 0 حسب قانون الشغل W F D في كوساين 90 يساوي 0. طبعا في الجزئية الأخرى، طبعا هو تحدثنا لماذا يقوم السائق بتخفيف سرعته عند دخول منحدر حاد، وهذا الكلام بشكل أساسي يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول وهو أن دقيقة بسبب تأثير المركب بقوة طرد مركزية تعمل على إدخال داخل المنعطف، إخراج المركبة من داخل المنعطف إلى الخارج، ولذلك يجب تخفيف سرعة السيارة للسيطرة على السيارة. سنبدأ الآن بشرح الموضع الزاوي والسرعة الزاوية. طبعا تلخيص هذا الدرس كالتالي، هو عبارة، هناك عدة مفاهيم لابد أن تعرفها. المفهوم الأول هي الزاوية نصف قطرية، الإزاحة الزاوية، وهي عبارة ويرمز لها بالرمز تشبه الثيتا، وهي الزاوية المركزية التي تقابل قوس، طبعا هنا تقابل قوس، وهذه هي الزاوية المركزية، وتساوي S على R. ما هو الأس؟ وهو عبارة عن طول القوس، بينما الآر هو عبارة عن نصف القطر. ومتوسط السرعة الزاوية دلتا دبليو هو المعدل الزمني للتغير في الإزاحة الزاوية، بمعنى دلتا دبليو تساوي دلتا تغير دلتا الإزاحة الزاوية على دلتا تا، وهو دلتا الزمن. بينما السرعة الزاوية دبليو هي الإزاحة الزاوية التي يدور
يدورها الجسم في وحدة الزمن، ووحدتها في النظام الدولي هي راديان لكل ثانية، ريد لكل ثانية الرمز تاعها، وقانونها دبليو أو تسمى أوميجا، تسمى هذه الإشارة بهذا الشكل تسمى أوميجا، أوميجا ثيتا السرعة الإزاحة الزاوية على الزمن. وتقاس السرعة الزاوية بوحدات مختلفة، مثل دورة لكل ثانية، دورة لكل دقيقة، عند التحويل من دورة لثانية إلى ريد لكل ثانية نضربها في 2 باي، وعند التحويل من دورة لدقيقة إلى أو إلى ريد لكل ثانية نضربها 2 باي على 6. طبعا السرعة الزاوية اللحظية هي عبارة عن السرعة الزاوية لجسم يدور في مسار دائري في لحظة معينة. طبعا أنا هنا تلخيص لكل المفاهيم. التسارع الزاوي المتوسط تيتا هو المعدل الزمني للتغير في السرعة الزاوية، هو هذا هو قانونه، ويرمز لها بالرمز ألفا دل بليو أوميجا، السرعة الزاوية تغير في السرعة الزاوية على التغير في الزمن. والتسارع الزاوي اللحظي متوسط التسارع الزاوي خلال فترة زمنية، ويمثل بمثل الحركات الدائرية بتسارع ثابت، وهي نفس الحركة بتسارع ثابت، لكن بدل ما نستخدم الفي سنستخدم أوميجا أف، بدل ما نستخدم في انيشال سنستخدم اوميجا اي، بدل ما نستخدم الاي التسارع الخطي سنستخدم الالفا في تي، وبالمثل في باقي القوانين، وهي نفس قوانين الحركة بتسارع ثابت لكن بالرموز الحركة الدائرية. وهنا سنتطرق إلى أسئلة الكتاب. بالنسبة لهذه الجزئيات، طبعا هنا مثلا جلس بالنسبة لأحمد، طبعا تأثير النشاط سنعرضه لكم الحل. طبعا هنا نذكر أن تقاس بوحدة الريد الإزاحة الزاوية، وأن قياس الزاوية بالراديان هو عبارة عن باي على 180 ضرب قياس الزاوية بالدرجات، والموضع الزاوي يكون موجب إذا كانت الدورة عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، ويكون سالب إذا كانت الدورة مع عقارب الساعة، وهذه أشياء أساسية. السرعة الزاوية تحدثنا عنها وقلنا هي قانونها W دلتا T على دلتا T، وهي الإزاحة الزاوية التي يدورها الجسم في وحدة الزمن، وحدة النظام الدولي هي راديان لكل ثانية ريد لكل ثانية، والزمن حسب الزمن المعطى. ممكن الإزاحة الزاوية هي أوميجا في تي، وكثيرا ما تعطى السرعة الزاوية جسم بوحدات مختلفة مثل الدورة لكل دقيقة، حيث أن الدورة الواحدة تعادل 360 درجة، ف2 باي هي عبارة عن 360 درجة، فالباي هي عبارة عن 180 درجة. كمثال يدور حوض نشافة غسال بمعدل 1200 ريف لكل منت، بمعنى دورة لكل دقيقة. طبعا هنا لابد أن نقوم، ما سرعتها الزاوية؟ لابد في البداية أن نحول ريف لكل ثانية بأن نقوم بضربها ب2 باي من أجل أن تحول إلى ريف، فتصبح 2400 باي. طبعا هي التغير في الإزاحة الزاوية، طبعا الأوميجا وهي السرعة الزاوية أو السرعة المتوسطة الزاوية، هي التغير في الإزاحة الزاوية على التغير في الزمن. الزمن هو خلال منت واحد، فبالتالي دقيقة واحدة، فبالتالي 60 ثانية، والريف حولناه لدورات وهو 1200 ضرب 2 باي فيصبح 2400 باي، في عملية التقسيم يطلع 40 والباي لكل ريد لكل ثانية. طبعا هنا سؤال، تدور مروحة سقف معدل 1800 ريف لكل منت، احسب الزاوية التي يدورها المروحة خلال 10. طبعا هنا طبعا لابد ان تحول ال 1800 فنضربها في 2 باي فتصبح 3600 باي لكل ريف. طبعا الاوميجا السرعة الزاوية دلتا التغير في الازاحة الزاوية على التغير في الزمن، فنقوم طبعا خلال دقيقة واحدة، ومن ثم سنقوم بحساب العشر دورات الإزاحة الزاوية دلتا الأوميجا في التي. طبعا بالنسبة للجزئية السابقة، بالنسبة لهذا السؤال، عندما جلس أحمد وصديقه رامي في المقعد A وفي لعبة الملاهي التي قطرها طبعا 12 متر وتدور بسرعة ثابتة 3.14 متر لكل ثانية، ما الزمن الدوري؟ ما طول القوس؟ ما موضع أحمد بعد 3 ثواني؟ ما مقدار الزاوية؟ عدة أمور.
طبعا هذه حلها كسريع. طبعا الزمن هو عبارة عن محيط الدائرة على السرعة، وهو عبارة عن زمن الدوري 2 باي ار نصف القطر على السرعة الزاوية، عبر التطبيق يطلع 12 ثانية. طول القوس بعد مرور 3 ثواني، أي يتحرك ربع محيط الدائرة. لماذا؟ لأنه هو تحرك 12 ثانية، الدورة الكاملة 12 ثانية، فثلاث ثواني هو ربع ال12، فبالتالي هو تحرك ربع محيط الدائرة. فربع محيط الدائرة، طبعا محيط الدائرة 2 باي آر، فبالتالي عملية حساب طول القوس هو 9.42 متر. بالنسبة للجزئية الثالثة، يريد هنا الجزئية الثالثة، ما موضع أحمد ورامي بعد 3 ثواني؟ فالإكس هو عبارة عن آر تربيع زائد آر تربيع. لماذا؟ لأنك تتحدث عن ربع دائرة، ربع دائرة، فيصبح نظرية فيثاغورس. وفي ما العلاقة بين السرعة في التي يدورها، وطبعا تعبر السرعة الزاوية بالزاوية بأوميجا بالتقدير الدائري، والتي قطعها أحمد والإزاحة الزاوية والموضع. طبعا لابد أن تأتي تحسب هذا الكلام بأن تقوم بتحويله إلى ريد إلى كل ثانية، وبالتالي يظهر إليك هذه العلاقة كما ترون في الجزء. وهذا حل الجزئية الخامسة والسادسة، حتى لا يكون هذا الفيديو أصبح طويل علي. طبعا يتبقى هنا، سنشرح إن شاء الله في الفيديو السابق أو الفيديو اللاحق، طبعا كل هذه الأمور تحدثنا عنها، التسارع الزاوي. وقبل أن نتحدث، طبعا تحدثنا كأمثلة عن السرعة الزاوية، لكن سنتفصلها بفيديو لاحق إن شاء الله. إن أعجبكم هذا الفيديو وكان له إقبال، سنشرح الفيديو اللاحق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.